الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. شيخنا أحسن الله إليكم، سائل يقول: نرى بعض الأئمة في يوم الجمعة إذا فرغ المؤذن من الأذان قام على طول للخطبة، ما السنة في هذا وهو قد ترك الدعاء بعد الأذان؟ الحمد لله رب العالمين، بل السنة أن ينتظر قليلا حتى يفرغ من أذكار الأذان البعدية، لأنه هو الخطيب، وبقاؤه وانتظاره للذكر لا يتعارض استماع خطيب، لا يتعارض مع استماع الخطبة، لأنه هو الخطيب ولم تبدأ خطبته بعد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، هذا حكم عام يشمل الخطيب ويشمل المأمومين يوم الجمعة. فإذا جلس قليلا وانتظر حتى ينتهي من هذا الذكر المشروع بعد الأذان، فإنه لا يكون بذلك قد ابتدع ولا أنه قد أحدث، فليس هناك دليل ظاهر أو واضح يدل على وجوب مباشرة الخطبة لهذا الأذان بدون فصل هذا الذكر، ولا سيما أن الوقت الذي يستقطعه الإنسان في قول هذا الذكر لا يتجاوز الثواني، فقد لا يأتي على ثلث دقيقة، فليس هو وقت طويل، وأجره عظيم، والإنسان إذا لم تتعارض المصالح في حقه فلا ينبغي أن يفوت منها شيء، فينتظر قليلا بمقدار ثلث دقيقة يقول هذا الذكر، حتى فإذا فرغ منه يقوم ويبدأ خطبته. هذا هو السنة فيما أعلم، ولا نحتاج إلى أن نطلب دليلا خاصا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الذكر بعد الفراغ من الأذان في يوم الجمعة، لا، وإنما نستدل بالعموم في قوله من قال حين يسمع النداء، فقوله من هو بمعنى الشرط، وأسماء الشرط تفيد العموم، أو نقوله اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، فسواء جعلناها من الأسماء الموصولة بمعنى الذي، أي الذي يقول، أو جعلناها من أسماء الشرط، فكلها تفيد العموم، فيدخل فيها الخطيب إذا سمع الأذان بين يديه وهو على المنبر. فما الذي يخرج الخطيب؟ فالأصل في الألفاظ العامة هو البقاء على العموم حتى يريد المخصص. فالراجح عندي في هذه المسألة هو أن الخطيب ينبغي له من باب السنية أن ينتظر بعد الفراغ من الأذان وهو على المنبر قليلا حتى يتمكن هو ويمكن المأمومين من قول هذا الذكر الذي رتبت الشريعة عليه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يحرم نفسه وإخوانه من ذلك، والله أعلم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أي مسلم لعنته أو سببته فاجعل ذلك رحمة وقربة له يوم القيامة، أو رحمة وقربة له عندك، ما معنى ذلك الحديث؟ الحمد لله، هذا الحديث يدل على أن الإنسان يشرع له أن يتخلص من حقوق المخلوقين التي لا تدخل تحت حيز المغفرة، وأنت تعرف أن الذنوب التي لا تدخل تحت حيز المغفرة تنقسم إلى قسمين: الشرك فإن الله لا يغفره، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك من جملة الذنوب التي لا تدخل تحت حيز المغفرة لحق الله عز وجل. وكذلك الحقوق فيما بين المخلوقين، سواء أكانت الحقوق الحسية كالديون أو الحقوق المعنوية كالغيبة والنميمة وأكل الأعراض والسب والشتم واللعن ظلما وعدوانا، فكل ذلك يدخل تحت دائرة حقوق المخلوقين التي لا بد أن تدخل تحت دائرة المقاصة يوم القيامة. فالله لا يغفر ذنب الشرك لحقه، ولا يغفر ذنبان لمخلوق لحق هذا المخلوق، فلا بد أن يتقاص الناس حقوقهم فيما بينهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤدن الحقوق. وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي من يأتي بحسنات يوم القيامة، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله.
فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استشعر قرب وفاته صار يتخلص من هذه الحقوق من باب إبراء ذمته بين يدي الله عز وجل، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أي فيما يتعلق فيما بينه وبين الله، ولكن حقوق المخلوقين عظيمة، فاحتاجت من النبي صلى الله عليه وسلم براءة خاصة لأنها لا تدخل تحت حيز المغفرة يوم القيامة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا من ضربته؟ ألا من جلدته؟ ألا من سببته؟ يعني فليأتي وليقتص. وكان يكشف ظهره صلى الله عليه وسلم حتى يمكن من ضربه بغير حقه أن يقتص. كل ذلك من باب تعظيم حقوق المخلوقين، والتي ينبغي للعبد أن يتخلص منها لأنها قد تكون سببا لهلاكه يوم القيامة. فربما يكون الإنسان ممن يقوم الليل ولا يفطر، ويصوم النهار ولا يفطر، ولكن بذنب من حقوق المخلوقين يدخل النار والعياذ بالله. فالله أيها المسلمون بالخلاص والبراءة من حقوق المخلوقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام جرى منه هذا الكلام من باب الاستبراء لصحيفته يوم القيامة، من باب الاستبراء لصحيفته بين يدي الله يوم القيامة أن لا يتعلق به شيء من حقوق المخلوقين. ونحن نعلم أنه بشر، قد يصيب ويخطئ فيما في غير الوحي، قد يصيب ويخطئ صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمور الاجتهاد، ليس فيما يتعلق بأمور التبليغ والتشريع، والأمثلة على ذلك كثيرة. فيقول صلى الله عليه وسلم: من لعنته، من جلدته، أي من باب الاجتهاد، من باب الحكم بالاجتهاد، فهمت هذا؟ أي من باب الحكم بالاجتهاد. فهو يريد أن يتخلص من أي حق يتعلق بالمخلوقين. فهذا يعطينا قاعدة عامة، وهي وجوب الحرص والحذر الشديد من الوقوع في شيء مما يتعلق بحقوق المخلوقين، والواجب أداؤها قبل الموت، وإلا فكما قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول: ذكر بعض الناس عن أحاديث في صحيح مسلم تخالف ما ورد في القرآن، فما الحكم في من قال هذا؟ وما الواجب تجاه من قال هذا؟ وبماذا نرد عليه؟ الحمد لله، نرد عليه بأنه كذاب أو أنه جاهل، فإن الوحيين متآلفان، فإن الوحيين متآلفان، وأقسم بالله أنه ليس بين آيتين تعارض، وليس بين حديثين تعارض، وليس بين آية وحديث صحيح شيء من التعارض. وبالمناسبة أنا في صدد كتابة رسالة تحمل كشف التعارض المدعى بين أحاديث وآيات، وأنا أتحدى صاحب هذا السؤال إن كان هو السائل أو أن ينقل هذا التحدي إلى من يقول بأن ثمة حديثا سواء في صحيح مسلم أو في غير صحيح مسلم أنه يتعارض مع شيء من القرآن. أتحدى أن يأتينا إنسان بحديث يتعارض مع القرآن تعارضا حقيقيا ذاتيا لا يمكن كشفه أبدا. أنا أقصد الحديث الصحيح، ليس هناك حديث صحيح أبدا يتعارض مع شيء من كتاب الله عز وجل. فالذي أباهل عليه وأقسم بالله عليه أن الوحيين متآلفان، فالوحيان متآلفان وليس بمختلفين، ومتفقان وليس بمفترقين. وجميع ما يدعى من التعارض بين حديث صحيح وآية محكمة هو من الجهل أو من الكذب الذي يراد به التشكيك في صحة القرآن أو في صحة الحديث فقط، كالحديث الذي فيه سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالصحيح، فإنهم يزعمون بأنه يتعارض مع قول الله عز وجل: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فهذا الحديث يصدق هذه الدعوة التي فيها اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسحور. نقول: أبدا، هذا كذب، ليس فيه شيء من التعارض مطلقا، وقد أجبنا عن هذا.
وكثير من أمثاله في هذه الرسالة المذكورة التي سميتها تآلف الوحيين، وهو كشف كثير من الدعاوى في التعارض بين الحديث والقرآن. وأنا على استعداد كامل أن يأتينا هؤلاء بتلك الأحاديث في صحيح مسلم أو غيره مما يزعمون أنه يتعارض مع آية كذا وكذا، فليأتونا بالحديث وليأتونا بالآية، ونحن نكشف هذا الزيف والكذب في الدعوة لهم بإذن الله، ونبين أن هذا التعارض إنما هو في رؤوسهم بسبب جهلهم أو عدوانهم على الأدلة وعدم احترامهم لها أو قلة بحثهم وفتورهم وكسلهم عن تقليب الكتب والنظر في كلام العلماء الذي به ينكشف هذا التعارض. ولا أزال أنتظر السائل وفقه الله أن يكلم هؤلاء أو أن يأتينا هو إن كان هو السائل بتلك الأحاديث حتى ننظر فيها، والله أعلم. أثابكم الله شيخنا. سائل يقول يسأل عن صحة حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، يقول هل حمل الميت ينقض الوضوء وما الحكمة في هذا؟ الحمد لله وبعد، الحمد لله وبعد. أما هذا الحديث فقد أخرجه الإمام أبو داود في سننه بإسناد جيد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل قال الإمام الألباني رحمه الله صحيح، أي صححه الإمام الألباني، لكن أقل أحواله أن يكون حديثا حسنا إن شاء الله. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مدلول هذا الحديث وكيفية التعامل معه على أقوال كثيرة ذكرتها في كتاب لي اسمه فقه الدليل والتعليل والتأصيل، ولكن مختصر هذا أن الأمرين فيه إنما هما أمر ندب واستحباب لا أمر وجوب وتحتم. فقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، هذا ليس أمر وجوب وتحتم، وإنما أمر ندب واستحباب. فيستحب لمن باشرت يده تغسيل الميت أن يغتسل بعد الفراغ من اغتساله. فإن قلت وما الحكمة من ذلك، فنقول إن الحكمة تعبدية في أصح القولين غير معقولة المعنى، فالله أعلم بالحكمة. وأنت تعلم وفقك الله أن الحكمة الشرعية تنقسم إلى قسمين، حكمة أصلية إلى قسمين، إلى حكمة أصلية وإلى حكمة ثانوية فرعية. فالحكمة الأصلية عند كل مؤمن هي أن الله ورسوله قد أمر به، والله حكيم اسما وذو الحكمة المتناهية المطلقة صفة، فلا يمكن أن يأمرنا الله عز وجل بشيء من التشريع القولي أو العملي إلا وله في ذلك الحكمة العظيمة والمصلحة المتناهية، سواء دخلت تحت مدركات عقولنا أو لم تدخل. فالحكمة من الأمر بالاغتسال بعد تغسيل الميت الله أعلم بها، ولكننا نجزم بأن ثمة حكمة إلا أن عقولنا لا تهتدي لها. وكذلك الأمر بالوضوء من حمل الميت في قوله ومن حمله فليتوضأ ليس هو أمر وجوب وتحتم، وإنما هو أمر ندب واستحباب. فيستحب للإنسان بعد الفراغ من حمل جنازة أخيه إذا أنزلها وفرغ من دفنها أن يرجع إلى بيته ويتوضأ، وإن لم يتوضأ فلا شيء عليه، لأن السنة يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق العقاب تاركها. فإن قلت وما الحكمة من الأمر بهذا الوضوء، فنقول أيضا الحكمة تعبدية، فهي قريبة من الأمر بغسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم ثلاثا، وقريبة من الأمر بالاستنثار في الأمر بالاستنثار أيضا. فالحكمة في ذلك الله أعلم بها. بل لو سألتك سؤالا وقلت لما كانت صلاة العصر أربعة وبعدها بساعتين صلاة المغرب ثلاثا وبعدها صلاة العشاء أربع وبعدها صلاة الفجر ركعتين، فإن عقلك لا يهتدي إلى الحكمة من هذا التقسيم والتنويع والاختلاف في عدد الركعات. فهذا هو الذي نعنيه بقولنا الحكمة تعبدية غير معقولة المعنى، ليس لأنه ليس ثمة حكمة موجودة، لا، هذا اعتقاد فاسد. فالذي قرر هذه الأحكام هو الحكيم ذو الحكمة، ففيها حكمة، ولكن الذي ننفيه هنا إنما هو علمنا بهذه الحكمة، وفقك الله، ولعلي أجبت سؤالك والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول ما الفرق بين العالم والواعظ،
وبما يعرف كل منهما بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين. العالم هو الذي تعلم العلوم الشرعية أو الفنون الشرعية وصار راسخا فيها حتى صارت تلك المعلومات راسخة في قلبه، فصار من جملة من يرجع إليه في التعرف على ما يقع في هذه الفنون من الإشكالات وغيرها. فالعالم هو الذي يتكلم في الحلال والحرام ويتكلم في الفتاوى ويقرر المسائل الشرعية ويستخرج الأحكام من أدلتها، هذا هو العالم، هذا هو العالم. وأما الواعظ فهو الذي يعظ الناس بقضايا الترغيب والترهيب، فقد فتح الله عز وجل عليه قدرة في الوعظ، ولكنه ليس له مجال في الإفتاء. فبعض الناس عنده قدرة على أن يبكي عيون السامعين إذا تكلم عن الجنة وتكلم عن النار وتكلم عن اليوم الآخر وتكلم عن الموت وتكلم عن الزهد، فقد أعطاه الله عز وجل قدرة بلاغية وفصاحة عظيمة في قضية الوصول للقلوب بهذا الوعظ. فالقلوب ببعضه تسيل بين يديه، لكن لا يجوز سؤاله ما الحكم إذا طلق الإنسان زوجته، لا. ففرق بين من يتكلم في المواعظ ويكون بليغا وفصيحا فيها وبين من يتكلم في علم الحلال والحرام وتقرير المسائل الشرعية وبيان الأحكام. فالعالم هو من يتكلم في هذه، وأما الواعظ فينبغي أن يعرف حدود كلامه، فلا ينبغي أن يغره وعظه وقبول الناس له أن يتكلم فيما لا شأن له به فيه، فقد علم كل أناس مشربهم، وكل يتكلم في حدود ما يتقنه من علوم الدين فقط. فكم من واعظ غره اجتماع الناس عنده بين يديه حتى رأى أنه كبير من كبار العلماء وصار يفتي في الحلال والحرام، فهذا لا يجوز أبدا. فلك أيها الواعظ حدودك، وهي الوعظ والتذكير وزجر القلوب بالترغيب والترهيب. وأما العالم فهو الذي يتكلم في الحلال ويتكلم في الحرام ويتكلم في الأحكام، لأن الله عز وجل قد أعطاه طرائق الاستنباط وتوفرت فيه شرائط الرسوخ والاجتهاد وهكذا. ولا يكاد يخفى على الناس مسألة العالم ومسألة الواعظ، فيعني العارفون لا يمكن أبدا أن يختلط عليهم العالم والواعظ. فالعالم يشير الناس له بالبنان ويعرفونه بخطابه وتقريراته العلمية وموافقته للحق غالبا واحترامه للأدلة وقدرته في استنباط الأحكام منها على حسب القواعد الشرعية وطرائق الترجيح المرعية. الناس يعرفون العالم من الواعظ، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول: هل تجوز مجالسة صاحب البدعة أي الذي يدعو إليها؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، قاعدة المجالسة تنبثق من قول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وفي الآية الأخرى قال: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا يجوز للإنسان أن يكون صفيا ومواددا ومجالسا لصاحب بدعة سدا لذريعة فساد الدين، إلا إذا كانت مجالسته من باب المناقشة والتحذير والإنكار والترغيب والترهيب وبيان زيف شبهته وكشف شبهته، يعني من باب الرد عليه، فهذه لا بأس ولا حرج فيها، لأن المتقرر عند العلماء أنه يجوز في باب الدعوة والتعليم ما لا يجوز في غيره. فإذا كان مجالستك لصاحب البدعة مجالسة كشف شبهة وأمر بمعروف ونهي عن منكر ودلالة على الخير ودعوة للحق، وكنت متضلعا من علوم السنة وعارفا بطرائق الرد على بدعته وكيفية كشف شبهته، فهذا طيب وجزاك الله خيرا. وأما مجالسة التودد والليل الطويل ومجالسة المؤانسة والمحادثة والتحابب، فهذا والله من أعظم ما حذر منه السلف رحمهم الله تعالى. فلا تجالس صاحب بدعة، فإن الشبهة خطافة، لا سيما إذا كان من أهل البدع من أصحاب اللسن وأصحاب قوة الشبهة،
ولا أقول قوة الحجة لأن المبتدع ليس ذا حجة ولكن عنده شبهة، فلا تجالسه إلا في حدود الدعوة إلى الله عز وجل، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول: هل يجوز للمطلقة المتوفى والدها أن تتزوج بدون ولي؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أنه لا نكاح إلا بولي، كما أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه بإسناد لا بأس به، وفي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وفي سنن أبي داود بإسناد جيد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث وليها، الولي لا يقصد به الأب فقط، وإنما يقصد به كل ولي من عصباتها، الأقرب فالأقرب، فأول أوليائها أبوها، فإذا لم يكن الأب موجودا فجدها من قبل أبيها، وإن لم يكن موجودا فابنها إن كان موجودا، أو أخوها الشقيق، أو أخوها لأب، أو عمها، أو ابن عمها، فالأقرب من عصباتها هو وليها. فإذا كان عمها موجودا فهو الذي يعقد نكاحها، وإذا كان ابن عمها موجودا مثلا فهو الذي يعقد نكاحها، وإذا كان لها ابن كبير فهو الذي يعقد نكاحها، فليس فقدان الأب بمسقط للولاية جملة وتفصيلا، وإنما يسقط ولاية الأب فقط، فننتقل إلى من بعده من الأولياء وهم العصبات، الأقرب فالأقرب، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول: ما حكم احتكار السلعة بقصد ارتفاع السعر مع أن الناس محتاجون إليها؟ الحمد لله، هذا محرم لا يجوز، والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ، من احتكر فهو خاطئ، ومعنى خاطئ يعني آثم، إنا كنا خاطئين يعني آثمين، فالخاطئ ليس هو المخطئ، لا، الخاطئ هو الآثم. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم للمحتكر بأنه خاطئ هذا دليل على تحريم الاحتكار، ولما في هذا الاحتكار من الظلم والعدوان وأكل المال بالباطل، ومن باب ولأن فيه تضييقا على الناس في حاجاتهم الضرورية أو الحاجية الملحة التي لا غنى لهم عنها. والشريعة دين التوسعة ودين التخفيف والتيسير، فلا يجوز لك يا أخي أن تحبس عن السوق سلعة تحتكرها والناس مضطرون إلى وجودها في السوق حتى يرتفع سعرها فتأكل أموال الناس بالباطل. ولذلك أجاز الفقهاء لولي الأمر إخراج هذه السلع من مستودعات المحتكر فيبيعها في السوق بيع عدل لا وكس فيه ولا شطط، فهذا من الظلم والعدوان على إخوانك المسلمين. والدين النصيحة يا أخي، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله، إلى أن قال: ولعامة المسلمين. فليس من النصح للمسلمين أن تحتكر عنهم أن تحتكر عن سوقهم تلك السلع التي تعلم أنهم يضطرون إليها، فهذا الاحتكار محرم لهذا الحديث ولمخالفته لمقاصد الشريعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول: ما الفرق بين العالم والعارف؟ وهل يجوز أن يقال عارف وينسبها لله على سبيل الإخبار؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى، فلا يجوز أن يستعاض عن التعبير بلفظ النص فيما يخص الله عز وجل من أسمائه وصفاته أو ما يتعلق بذاته من الأفعال والأخبار بألفاظ أخرى، حتى وإن كنا نظن أنها ترادفها في المعنى، إلا أنه لا ينبغي لنا أن نستعيض عن الذي هو أدنى عن الذي هو أدنى عن الذي هو خير بالذي هو أدنى. فلا يجوز لنا أبدا أن نترك ألفاظ النصوص ونتجه إلى ألفاظ أخرى، يعني مثلا لا يجوز أن نترك لفظ القوي ونعبر فنقول الله هو البطل، لا، إياك إياك، وإن كانت البطولة هي القوة
يعني في بعض معانيها، إلا أن الله عز وجل قال إن الله هو الرزاق ذو القوة، فلا يجوز أن تقول ذو البطولة أو ذو الشجاعة، فالشجاعة لا تنسب إلى الله عز وجل نسبة صفة، لأن الله قال القوي، فلا ينبغي أبدا أن نستعيض عن ألفاظ النصوص بألفاظ أخرى. وبناء على ذلك فالله عز وجل من أسمائه العليم ومن صفاته العلم المطلق الشامل الكامل، فنقول الله عليم اسما وذو العلم صفة. وأما إطلاق العارف على الله فلا أعلمها في الحقيقة ثابتة في الكتاب ولا في السنة، ولكن في حديث ابن عباس تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهذا من باب ما يطلق، فنقول الله يعرف عبده من باب الإخبار، لكن أن نستعيض عن وصفه بالعلم بوصفه بالمعرفة فهذا أمر لا يجوز أبدا، لأن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. إذن الفرق بين إطلاق العالم وإطلاق العارف هو إطلاق النصوص من عدم إطلاقها، فالنصوص إنما أطلقت على الله عز وجل العليم اسما والعالم صفة أو العليم صفة، ولم تطلق على الله عز وجل لفظ العارف، والله أعلم. شيخنا أحسن الله إليكم، سائل يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخل بين أصابع يديك ورجليك، هل أمرون للوجوب أم للندب أم هناك صارف عن الوجوب؟ الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والأمر فيه إنما هو للندب والاستحباب وليس للإيجاب، لأن كثيرا من الواصفين لبطوئه صلى الله عليه وسلم لم يذكروا تخليل اليدين والرجلين، فلو كانوا هذا مما حفظوه من النبي صلى الله عليه وسلم لنقلوا، فدل ذلك على أن التخليل قد كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ويتركه أحيانا، فالأمر بالتخليل ليس أمر وجوب وتحتم، وإنما أمر ندب واستحباب، والله أعلم.